طيب دكتور سعد الحقيقة أشار لحاجة مهمة جدا، العقد الأخير لرعاية النادي الأهلي شركة شيل، وده عقد ممتد أو يعني بيتجدد لعشر سنين، ويمكن المهندس عدلي بخبراته التسويقية والدكتور سعد لأنه حد أستاذ تسويق كبير على دلالات الاستمرار، دلالات استمرار راعي بعينه كل هذه الفترة معناها انه بيحقق من خلال ارتباطه بالنادي الاهلي لكل الاهداف اللي هو بينشدها. شوف يا استاذ ابراهيم، من اهم الحاجات في موضوع الرعايه مش انك تعمل عقد رعايه، ان تحتفظ به. فاحنا كان شغلنا الشاغل مع اي حد بيرعى النادي الاهلي انه يبقى حريص على الاستمرار، حتى اولئك الذين لم يستمروا كانوا داخلين في سباق الاستمرار. يعني انت عندك شركه محمول معينه كانت ترغبه من عندها انها تستمر، لكن دخلت في منافسه مع شركه اخرى خدت بقيم اكبر. ايوه يعني انت لما تشوف شركه اتصالات، ما هي كانت موجوده ودخلت شركه اخرى وبعدين اتواجدت الشركه الاخرى كانت بتنافسها وهكذا. انت لما بتخش مع النادي الاهلي مره بتكتشف العلاقه ناجحه قد ايه. فلما ما 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 زي اللي عمال يقول لك الاهرام الاهرام الاهرام، من اكثر المؤسسات لحد النهارده رغبه في استمرارها كانت مع النادي الاهلي، وكانوا مشتاقين جدا ان هم بالنسبه للمنافسه، المنافسه يعني بقت صعبه بصفاتهم محكومين برضه هم ب يعني ما هماش قطاع خاص يعني، فاصبح القطاع الخاص اكثر مرونه انه يقدر او الشركات الخاصه تقدر تروح لمسافات ابعد. محدش بيروح يحط فلوسه علشان يجامل حد، والا كان كل واحد جاب المشجع بتاعه رعاه بالارقام اللي هو عايزها. ما انت بدل ما تقعد تقول الاهرام الاهرام الاهرام، انت عندك من الرعاه الزملكاويه العتاوله اللي في مؤسسات كبرى وشركات كبرى ومؤسسات اقتصاديه وبنوك و يقدروا بقى لو المسألة مجاملة يعني يعملوا لك التوازن ده أسر ديل. إنما فكرة إن أتظل تخدع نفسك كل ما تجيلك الفرصة هتفضل مكانك سر. الأهلي عمال يكبر في الباقات ويديلك ميزات جديدة ويطرح طرح جديد ويروح يفتح في أسواق جديدة، وإنت عمال تقول له الأهرام اللي من التسعينات اللي إنت دلوقتي بتاخد أضعاف اللي كان الأهرام بيدفعه. لا ما هو ده كلام إنت بتضحك بيه على نفسك. فليكن. وللأسف الشديد اللي بيقول هذا الكلام فلاسفة اللي الناس بتعتبرهم مرجعيات، وده دليل ان عيب ان يبقى عارف الحقيقة والصح ويكمل في تضليل مشجعيه.